أنا اليوم لنتكلم عن إضراب طلبة كلية الطب والصيدلة بالعيون. خصنا نعرفوا الآن أن المغرب يمر من حقبة مهمة جدا في تاريخ إصلاح المنظومة الصحية. الآن كان أولا المشروع الملكي اللي هو تعميم الحماية الاجتماعية، كان إصلاح المنظومة الصحية والرفع من عدد مهني الصحة في أفق سنة 2030. هذه المشاريع كلها مواكبها ارتفاع الموارد البشرية، ارتفاع الموارد المادية. إذا كان واحد الوقت اللي هو مهم جدا، هو هذا اللي خصنا نبقاو فيه متكتلين، والطلبة يرجعوا لدراستهم لأن المغرب محتاج لهم، لأن جهتهم محتاجة لهم. وحنايا عملنا كليات، كل جهة تقريبا فيها كلية الطب والصيدلة ومستشفى جامعي لاستقطاب طلبة ديال الجهة واللي تلبية الطلبات ديال الساكنة من بعد إن شاء الله واحد سنوات. إذن حنا الهاجس ديالنا الوحيد وهو الجودة. معلوم أننا غادي يكون تخرج أطباء الجدد، غادي يكون تخرج أطباء أكفاء عندهم جودة عالية، الدبلوم معترف به لا وطنيا ولا دوليا. اتخاذ الأجراء أنه عدد السنوات يكون 6 سنوات عوض 7 سنوات، قرار حكومي يعني اتخاذ بعين الاعتبار عدة أمثلة أخرى من دول أخرى، دول كدير 6 سنوات، دول كدير 5 سنوات. حنا تنشوفو الطبيب ديالنا المغربي شنو محتاجين، ما تنشوفوش طبيب لدول أخرى، طبيب مغربي، طبيب للمغرب لضمان الحاجية ديال المغرب، اللي تعرف المشاكل الصحية ديال المغرب وديال المغاربة. إذن تنظن أنه الآن المطالب اللي كانت ديال الطلبة راح تلبات واحد الفئة كبيرة، تقريبا 85% تلبات، يعني كان ردود إيجابية. كيبقى الحوار مفتوح مع ممثلي الطلبة، ولكن في نفس الوقت لازم أن الطلبة يرجعوا لدراستهم، لأن ولا الآن خطر أنها تولي سنة بيضاء والطلبة يضيعوا في مستقبلهم، لأن كان اللي عاود السنة من كل شيء عاود السنة الثانية غادي يضيع في مستقبله، وكان اللي يضيع في السنة ديالو. إذن كان هنا ما يمكنناش نسكتوا على هاد الممارسة هذه، أن الطلبة خاصهم يعرفوا بأنه راه هما تضيعوا، راه هما اللي ضايعين وحنا ضايعين معاهم. وجميع الوسائل اللي درنا اللي الوزارة عطات باش نواكبوا هاد الإصلاح المنظومة الصحية هي في صالح الطالب. المستشفى الجامعي هو إن شاء الله غادي يحل، الكلية تبارك الله من أحسن الكليات في المغرب وفي إفريقيا، هادشي كله تيدور حول الطالب، وهاد الموارد كلها الموارد البشرية كلها تدور حول الطالب. إذا حتى الطالب راه عنده مسؤولية، عنده عبء على الكتف ديالو، خصو يجي خصو يدرس في احسن الظروف، خصو يدير التمرينات ديالو في احسن الظروف، وحنا كنواكبوه، حنا معاه، حنا مع الطالب، ولكن حتى هو خصو يعرف المسؤوليه ديالو. اذا كان مسؤول راه مسؤول حتى هو على 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 على, على صحه المغاربه من بعد، وعلى ال 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 العدد ديال الأطباء اللي خصو يكون موجود من هنا ل 2030 إن شاء الله. إذن الطالب حتى يعرف بأنه عنده مسؤولية.
خصو يدخل يقرا، راه خصو يدخل يقرا، يرجع للدراسه ديالو، يدوز الامتحانات ديالو، يدير التمارين ديالو. في نفس الوقت راه حنا الحوار باقي مفتوح، ان باقي نقدروا بعض النقط نعاودوا نتكلموا عليها، نعاودوا يعني يكون واحد النقاش، ماشي حنا سادين الحوار، وحنا فاتحين الابواب ديالنا باش نتكلموا معاهم في شي مشاكل اللي عندهم او هذا اللي هو مهم انهم خصهم يدخلوا.